السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة عمرو مجدي. قبل ما نتكلم أو نقول أي حاجة، كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، احنا النهاردة هنتكلم عن فوائد صحية لمشروب. المشروب دوت مهم جدا جدا لجميع الطيور، ولو انت عايز تحافظ على طيورك، يعني مش عصافير استرالي بس، لا، البكبكانات او اي طيور عندك دوت هيحافظ على طيورك. والطيور بيجي لها امراض خطيرة اللي بيعالجها المشروب اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. المشروب اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة دوت ده مشروب الشاي الاخضر. المشروب دوت فيه فيتامينات كتيرة جدا جدا للطيور، وبتعالج امراض كتيرة، وهنعرف الامراض دي وهنعرف طريقة تحضيره وطريقة تقديمه للطيور. وبرضه مش مفيد للطيور بس، لا، ده مفيد للطيور ومفيد للإنسان، يعني فيه فوائد كتيرة جدا لجميع أنواع الطيور وللإنسان برضه، وبيعالج أمراض خطيرة جدا، هنعرف الأمراض دي. وطبعا في أمراض ما بيبقاش لها علاج، الشاي الأخضر بيعالج الأمراض دي. هنشوف شكل الشاي الأخضر الأول. طبعا دوت بيبقى شكل الشاي الأخضر أول ما بيجي، هو بيبقى فيه منه في بواكي، وفي بيبقى منه ايه، بيبقى في اكياس كده، فتلة كده بتتحط في الماء على طول، وفي برضه بيجي منه كده بس الصح اكتر دوت، لان دوت بيبقى احنا شايفينه عامل ازاي، وبيبقى مضمون، بيبقى طبيعي لسه، وفي فيتاميناته وفي كل حاجة بتبقى فيه، فهيفيدك وهيفيد طيورك وهيفيد كل حاجة عندي. وطبعا هوريلكوا برضه بعد ما اتعمل. اول دوت الشاي الاخضر بعد ما اتعمل، هنعرف الطريقه الصحيه لعمل الشاي الاخضر. طبعا زي ما احنا شايفين الاوراق اللي فيه كانت صغيره، زي ما احنا شايفين كبرت ازاي واتفردت، فهنعرف النهارده فوائده وهنعرف طريقه تقديمه، وبرده هو بيعالج امراض ايه. اول حاجه هنتكلم عنها اهميه الشاي الاخضر. اهميه الشاي الاخضر، طبعا اكتر الناس بيبقى عندها عصافير، بيبقى عندها دهون، وبيبقى عندها تشحيم. طبعا الطير بتاعك لو عنده تشحيم او عنده دهون، الطير بتاعك مش هيبيض ولا هيشتغل عندك، وهيبقى الطير زي قلته. حتى لو انت حبيت عايز تبيع الطير دوت وتجيب طير تاني، محدش هيرضى يشتريه، لان محدش هيرضى ياخده منك، لا او يشتري منك، لان الطير تعبان عنده مرض. طبعا احنا قلنا الشاي الاخضر فيه فيتامينات وصحي، طبعا دوت بيعالج الدهون، مش عند الطيور بس، وعند الانسان برضو، فهو هيعالج الدهون اللي عند الطيور ديت اللي هي بتبقى التشحيم، لانها بتزيل نسبه كبيره جدا جدا من الطيور، من المبيض بتاع الطيور، من المبيض بتاعهم، فهو مفيد لهم جدا. وطبعا اكتر الناس بيبقى عندها العصافير بتاعتها ايه، عندها تشحيم. طبعا هنا برضو كان عندها عصافير عندها تشحيم بسبب ايه، العصفوره نامت على بيض والبيض دوت ما طلعش. طبعا العصفوره كانت بتاكل وتدخل تنام على البيض تاني، فهي قاعده ما بتتحركش زي ما كانت بتتحرك في القفص تروح وتيجي، لا، ما عادتش بتتحرك زي الاول، هي قاعده ثبت. ده بيكون نسبه كبيره جدا جدا من الدهون. وطبعا ما وصلتش للشاي الاخضر دوت فوائد للطيور بسهوله، لا، ده انا واجهت صعوبه جدا جدا، وكان عندي طائر كان عندي تشحيم، وكنت جربت معاه علاجات كتيره قوي، والطائر دوت ما كنتش عرفت اعالجه كمان. فلما عرفت الشاي الاخضر كان عندي طائر برضه عنده تشحيم، جربته والحمد لله الطائر الشفى من اللي كان فيه. طبعا الطائر لما بيبقى عنده دهون او تشحيم، الطائر ما بيبقاش قادر يتحرك من مكانه، فالطير بيبقى زي قلته في مكانه، ولا بيبيض ولا بيعمل اي حاجه، يعني هو هيبقى بياكل وخلاص. وساعات هتلاقي الطير كمان مرهق، وكمان تستخدم مع الشاي الاخضر ايه، تبدا تخرج الطير من القفص بتاعه وتبدا تحركه شويه، لان دوت مع الشاي الاخضر دوت هيبدا الطير يتحرك، هتبدا الدهون اللي فيه كلها تتحرق وتخرج من جسمه. طبعا هي بتخرج من جسمه ازاي، بتخرج على في الفضلات بتاعته، هتلاقي ماده زيتيه كده، زيت كده، او الزيت دوت ديت الدهون اللي بتبقى في جسم الطير. احنا كده اتكلمنا عن اول حاجه بيعالجها الشاي الاخضر. تاني حاجه هنتكلم عليها، الشاي الاخضر بيعالج حاجه اسمها العرق الازرق. طبعا اكتر الناس مش عارفه يعني ايه العرق الازرق دول، ما يعرفوش الا المحترفين في الطيور، وممكن هو اللي يبقى عارف. طبعا انت ساعات بتلاقي العصافير، في عصافير بتقوم ميته مره واحده بسبب ايه، بسبب اللي هو جاله مرض اسمه العرق الازرق. بيبان في ايه، اكتر حاجه بيبان فيها الزجلال الصغيره، لان بيبقى عند الزجلال الصغيره في جنبهم، فبيبقى ما عندوش ريش قد كده فبيبان. اما في الطائر الكبير بيبقى على صدره، دوت بيدل على ايه، ده بيدل ان كبد الطائر تعب، الطائر مصاب. وطبعا دوت بيعالجه بايه، بنعالجه بالشاي الاخضر. طبعا علاجه بالشاي الاخضر بيبقى سريع جدا، بيبقى في خلال يوم او اتنين. طبعا لو ما تعالجش الطائر
فانت هتبدأ تديله شاي اخضر كمان لما الطيار هيبدأ يتحسن معاه. عشان كده لازم ناخد بالنا من الطيور بتاعتنا، لازم ناخد بالنا منهم جدا جدا، لان الطيور ممكن تصاب بالمرض دوت العرق الازرق دوت، ممكن يسبب للطائر امراض وحشه او الطائر يتعب بسببه. فانت لازم تعمل ايه؟ تحافظ على الطائر بتاعك كويس جدا. تالت حاجه بيعالجها الشاي الاخضر، الشاي الاخضر بيقلل من حدوث الجلطات. الجلطات ديت اللي بتبقى ايه؟ الجلطات اللي هو مرض الروشه. مرض الروشه دوت بيجي لبعض الطيور، واكتر الطيور ساعات بيجي لها المرض ده، بيبقى ساعات اخدينه من الاب والام بتوعهم الطائر الذكر والانثى، فدوت بيسبب للطائر اللي بيكبر بيبقى عنده مرض اسمه الروشه. لو احنا لحقنا الطائر في البدايه، طبعا المرض الروشه ده بيبقى بين الرقبه وبين الراس، فدوت ممكن يقضي على الطائر نهائيا ساعتها. فلازم نبدأ في البداية خالص هنعالج الطائر بقى بالشاي الأخضر. لو الحالة بتاعت الطائر متأخرة دوت بيبقى محتاج بموجات فوق الصوتية. طبعا الموجات فوق الصوتية ديت بتعمل بتروح فين عشان تعملها؟ ديت بتروح للدكتور البيطري، بتقول له الطائر عنده مرض الروشة أو الجلطة، دوت عايز أعمل له الموجات فوق الصوتية. الموجات فوق الصوتية ديت هتبدأ تعالج الطائر من مرض الروشة اللي جاله ده. وطبعا احنا هنعمل حاجة في الفيديو الجاي ان شاء الله، هعمل لكم في الفيديو دوت ازاي نعالج مرض الروشة لما يجي عند الطيور بدل الموجات الصوتية. هقول لكم ازاي نعالجه للطائر في نص ساعة، احسن ما تروح لدكتور بيطري. وممكن ساعات في دكاترة بيطرية ميبقاش عندها، وبرضه هيوفر عليك فلوس كتير بدل ما تروح تعمله جالي بره، انت هتعمله في البيت بطريقة سهلة. وطبعا ديت مش هتاخد منك الا نص ساعة، فدوت مش وقت كبير جدا، هو بيبقى وقت قليل هتعالج الطائر فيه. وطبعا دوت هيسهل معاك في طيور تانية، لان في طيور تانية بيبقى عندها برضو مرض الروشة ممكن تلاحظها على طائر عندها. وطبعا انت هتقول لي ازاي موجات فوق الصوتية؟ ما تبقاش مستغرب، لان في طيور بتبقى عزيزة عليك، فانت عايز تعالج الطائر دوت بقى طائر رائقة، فبتروح للدكتور البيطري وبتبدأ تعالج الطائر دوت. حاجة بيعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. طبعا الطيور بيبقى عندها نسبة كوليسترول زيادة في الدم، فهو بيبدأ يعالجها. برضو بيعالج الإسهال للطيور، لأن في الشتاء الطيور بيجيلها إسهال بسبب اللي هم أخدوا دور برد أو حاجة، فبنبدأ نديلهم الشاي الأخضر. طبعا احنا عرفنا فوائد الشاي الأخضر ديت فوائده، طبعا احنا عرفنا ازاي بيعالج الطيور، هنعرف بقى ايه لسه ايه؟ هنعرف طريقة تقديمه للطيور. طبعا انا قلت لكم اللي هو في أمراض خطيرة بتصاب بها الطيور، فاحنا شفنا الأمراض ديت ايه، فلازم تهتم بطيورك وتحط لهم الشاي الأخضر برضه على طول. طريقة تحضيره للطيور ازاي؟ طريقة تحضيره للطيور، احنا هنجيب كوباية زي دي كده، وهنبدأ نحط فيها معلقة شاي صغيرة، وبعد كده هنغطيها لمدة 5 دقايق عشان مواد الأكسدة اللي فيها ما تروحش، لأن هي بتفيد الطيور، فهنغطيها على طول لمدة 5 دقايق. وبعد كده هنبدأ نقدمها للطيور. هتتقدم للطيور، فهنبدأ نحطها للطيور في المساء، لأن طبعا المواد الأكسدة اللي فيها ديت بتعطي للطيور حافز، اللي هو الطيور يبدأ يتحرك ويجري ويلعب كده، تلاقي الطيور مش كاشش وقاعد في كاشش في بعض. وبرضه احنا بنبدأ نحط للطيور 4 مرات في ال4 أيام ورا بعض، يعني يوم في التاني في التالت في الرابع، هتلاقي الطير بدأ يتحسن معاك تدريجيا. يعني اليوم الأول هتلاقي الطير بدأ بالليل ايه، الطير بدأ يخف شوية، في اليوم التاني والتالت هتلاقي الطير بدأ يتحرك، اليوم الرابع هتلاقي الطير بدأ يتحرك والطير بقى شافه والطير بقى كويس. طبعا مش 5 دقايق بس نستناهم ونبدأ نحطه للطيور، لا هيبقى سخن عليهم، يعني لو الطيور عطشانه هيشرب في الطائر كده، هتسبب للطائر ضرر مش هتفيد الطائر، لا تسيبه لما يبرد خالص وبعدين تبدأ تقدمه في المساء للطيور. طبعا لو عندك كمية طيور مش هتحتاج كوباية، هتجيب لتر مية سخنة مغلي وتحطها، تبدأ تحط عليها 3 أو 4 معالق فدوقت على الرتل المية عشان تبدأ تحط كمية الطيور اللي عندك. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، عرفنا طريقة تقديمه للطيور، وعرفنا الفوائد اللي فيه والأمراض اللي بيعالجها. وطبعا في أمراض ما كناش نعرفها خالص، عرفنا الأمراض اللي هو بيعالجها كلها، وطريقة تقديمه، الطريقة الصحية اللي بنقدمه بها للطيور، والأمراض اللي بيعالجها. في أمراض خطيرة جدا جدا بتصاب بها الطيور، لازم نلحق الطيور، انت ممكن ما تبقاش أخد بالك من المرض ده، فالطير بتاعك يموت. انت هتقول الطير كان كويس وكان بياكل وكان بيشرب، والطير مات مرة واحدة.
فدوت بيبقى بسبب ايه؟ الطائر حصل له حاجة وانت ملحقتش الطائر، فالشاي الاخضر بيحافظ على الطيور، وطبعا علاجه للطيور بيبقى سريع. فكده وصلنا لنهاية الفيديو، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ننزله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.